بالقارة الافريقية نادي المغرب كرة مبعدة تتعب بطولة كثيرة اليوم يطمح لأن يتخلص يتخلصوا من كل الضغوط لإيجاد الحلول في خط الهجوم باكاري كوني كرة مرفوعة تجاه ليس مويتيس بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس خالد العسكري عبد الله أكرم ونائبه أكيد أنهما يطمحان اليوم عبد الله حفيظي محسن جور في منطقة الجزاء يتفاعل بشكل إيجابي مع الكرات التي تصل من لاعبي ينتمي لقطر جغرافي اكيد انه فرض ذاته في السنوات الاخيره منتخب افريقيا الوسطى مع المدرب جيلا كورسي ولو كره الحارس نادر المياغري مشات كره في منطقه الجزاء مبعده في اخر لحظه كانت هذه واحده من اللحظات الحرجه هي قاتله لحدود الساعه كره لرجاء مشات من الجهه اليسرى محسن اجور كره يبحث عن تسديده كانت التسديدة الأخيرة في يد الحارس نادر المياغري قدم مساواة رائعة كحكم دولي لا زال يتذكر هذه الذكرى كما يتذكر شاف كرة من جديد للرجاء البيضاوي كرة مرفوعة مبعدة من دفاع الوداد عادل بن جديد الشادي لاعب النجم الرياضي الساحلي شاف كرة زكريا في يدنا محمد فخر خاض مجموعة من مباريات الديربي كما قلت كلاعب وكمدرب مرات 50% 50% ما كاينش طرف مسيطر بالشكل الذي سيؤهله لتحقيق تاول اليوم يعني ضغط كبير على اي لاعب من لاعبين الوداد والرجاء هذا امر طبيعي هي مباراه ديربي زمنات مع الدوره النصف النهائي لكاس العرش ماشي مباراه عاديه تماما كل صور جميلة وجميلة في تماس يعني أجمل مباراة أتذكرها السحاب نحو الدورة النصف النهائية والدورة النهائية لكأس العرش المجيد بدو زكي أجمل اللقطات محسن جو عنده عبد الله حفيظي شكرت عبد الله شكرت في منطقة الجزاء والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ على بعد 18 متر على بعد 18 متر نعم من مرمى الحارس نادر المغري من الإعادة عبد الإله حافظي شبكورتو من الإعادة للتدخل من هذه الزاوية سنتابع الكرة من زاوية أخرى وهذا كان محسن متولي شبكورتو من الإعادة شبكورتو كان هناك احتكاك بالرجل نبقى مع الصورة اجتازوا هجوم الرجاء لحدود الساعة محسن متولي محسن اجور كرة تسدد ونادر المغري في المكان المناسب نادر المغري قرأ الكرة الأخيرة كم للسعيدة تكافؤ مرة أخرى على مستوى المحاولات التي أتيحت لخط هجوم الرجاء وللوداد أيضا ندخل العشر دقائق الأخيرة من الجولة الأولى والنتيجة كما هي أمام حضراتكم 0-1 مبعدة بالخطأ محسن اجور من جديد الكرة تعود التسديد بعيدا عن مرمى الحارس باكر الهلالي بشبكورتو بشبكورتو الكرة تسدد ممتازة جدا بعيدا عن مرمى الحارس خالد العسكري دقيقة 41 من الجولة الأولى على بعد 4 دقائق فقط عن نهاية الفصل الأول من مباراة ديربي مغايرة تماما مختلفة تماما كل يتابع المباراة ضغط كبير جدا ضربة تساوي أخرى لرجاء البيضاوي في القائمة الأول نادي المغرب كرة كانت صعبة كرة الهلالي هو مبعث الخطر اليوم هو اللاعب الذي يبدو أكثر تحررا أكثر تخلصا من الضغوط النفسية كرة الهلالي مشات كرة مراد لمسان كرة تسدد في يد الحارس خالد العسكري والتعادل 0-0 النتيجة التي يكرهها أي خطأ شبكورتو في منطقة الجزاء ممتازة جدا مازال في الكرة هذه أصعب فرصة في الجولة الأولى أصعب فرصة من كرة ثابتة تتاح للوداد تجرب خالد العسكري في المرة الأولى إن الإعادة كرة مشات بشكل ممتاز جدا لاعب رجاء مشوا مع اللاعب مسقط على الأرض ومشوش مع الكرة بالتالي كانت هذه أصعب كرة خلال الجولة الأولى
لفريق الوليد الجولة الأولى بعد سؤالنا الحكم عن صافرة ثانية. محمد بن رباح، يوسف رباح، بكر الهلال، ياسين الكحل، باكاري كوني، وليس مويت مع نادي الفتح الرباطي. أم وتتويج بألقاب إفريقية، هي كأس الكونفدرالية بملعب الطير. المدرب راؤول غونزاليس أسطورة نادي ريال مدريد، وهو الرجل الذي يكسب كل التحديات بدوري مشاهير في قطر. نعود للديربي الذي نتمنى عند مراد المسان، كرة عرضية، خروج خالد العسكري، كرة صعبة صعبة جدا، كان بالإمكان كان بالإمكان أن يلبس أسود في أسود، وكأنه يقول للجميع على أنني محايد، لن أرجح كفة فريق على آخر. هذه أصعب وأبرز فرصة خلال الجولة الثانية، مشى الكرة من جديد لباكاري كوني، باكاري كوني، هذه كرة مرفوعة بالرأس، يضيع فرصة سانحة، يضيع فرصة لا تضيع ليس مويتيس. محب فرجة خلال الجولة الثانية، كرة على المقاس، قال له هذه هدية لكن رفضها، رفضها ومشت بعيدا عن مرمى الحارس خالد العسكري. هنا كرة من الرقم 11 ياسين الكحل. جولة ثانية تختلف لحدود الساعة عن الجولة الأولى، 52 دقيقة. بندوزاكي يتحسر على تضييع فرصة، كان يتمنى جدا محسن، تولي مشى بكرته المراوغة، هذه أصعب فرصة أخطرها. مع الإعادة لهذه الكرة من حافظ المحسن متولي، كان عنده الفرصة وكانت عنده المساحة لتسديد، فضل المراوغة وبحث على ضربة جزاء لكنه كان لكم في وقت لاحق. كرة مرفوعة ونادي لم يعرف، فسيقول لك هو هدف عادل الشاذلي الذي منعنا من لعبة وصعبة. أيضا تعود الكرة من جديد للرجاء، محسن متولي يسدد الكرة بعيد كما كان نوعها، لأن الأجواء التي تسود في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس تعلو ولا يعلى عليها اليوم. كرة تعود للوداد، نادي المير، كرة تسدد بعيدة عن ويجد بحثا عن الهدف، بكر الهلال، الكرة تسدد، يا سلام، كان بالإمكان أن يكون الهدف، كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول. الكرة تسدد من بكر الهلالي، اختار الوقت وزمان المناسبين لكي يختبر خالد العسكري، لكان في الموعد، لكان في المكان السليم والموعد السليم ليبعد الخطر عن مرمى. هنا الإعادة لفرصة أخرى تضيع للوداد في الثلث ساعة الأولى من الجولة الثانية. الوداد أفضل، الوداد أكثر، للوداد البيضاوي، كرة مرفوعة تضيع بغرابة، يندب حده كثيرا ليس مويتيس، يعني وكأنها صورة مكررة للفرصة التي أتيحت له مطلعا للجولة الثانية، يضيع فرصة أخرى. لأننا بكل صراحة سئمنا من الحضر الدفاعي المبالغ فيه، مشات كرة في التماس الوداد، ليس مويتيس لو أعاد متابعة هذه الصورة فلن ينام الليل، نعم فلن ينام الليل ولا النهار، حماسة من نوع خاص، هذه كرة مرفوعة في يد الحارس نادي المغربي المباشرة لمباراة الديربي بين الوداد ورجاء البيضاوي، تسدد من بوخريس، ممتازة جدا، يختبر في الكرة الأخيرة، تساقطات الخير على مدينة الدار البيضاء، نتمنى ويجي معها خير أهداف، نتمنى ويجي معها أهداف فيما تبقى من زمن المواجهة. على بعد ما يقارب ربع ساعة عن نهاية مباراة ديربي الكاس، مباراة ديربي الكاس التي انتهت بأموره في الدقائق الأخيرة، سيفوز ياسين الصالحي بشبكورتو، والحكم يأمر بمواصلة اللعب. إعادة، تمنوا نشوفوا الإعادة من بدايتها، والكرة من بدايتها، هنا مشى بها ياسين الصالحي، أظن أنه ما كانتش ما كانش احتكاك في الزاوية اللي شفناها، هنا زاوية أخرى، مشى ياسين الصالحي بكورتو في منطقة الجزاء، يعني الاحتكاك نسبيا غير موجود، كوجهة نظر شخصية فقط، أترك لكم الحكم لكل كرة. المحسن يجور، كرة ممتازة جدا ومبعدة، رجاء في مباراة صعبة اليوم أمام الوداد، هنا كرة بالراس ممتازة جدا، تختلف كثيرا على ما تعوده مشواره الاحترافي. هنا الإعادة، حمزة برسوق كانت كيف الكرة الأخيرة، وجد أمامه نادي المغربي، رفاق في المنتخب الوطني المغربي، المقر توصل المباراة والنتيجة 0-0، كرة بالراس، جول، هدف لفابريس أندما،
فات كونغو ليتمرد اليوم على الجميع ليسجل الهدف. هدف رائع جدا، هدف يقلب كل الموازين في وقت صعب جدا، في وقت قاتل، في وقت لم يتوقع اي مناصر. فابريس أنضما يسجل هدفا يمنح به التقدم للرجاء، احتفالية كبيرة جدا في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. فابريس أنضما اختار الوقت المناسب، ما ضيعه مواطنه الكونغولي الاخر ليس مويتيس، يتقمص دور الهدف هذه المرة. فابريس أنضما ليسجل الهدف من هدية الرفيق، واظنه بكري كوني ومن مرر تمريرة الهدف يجد لاعب لوحده والحاج سبق فابريس أنضما، متجاوبش كما يجي مع فابريس أنضما. ومن صنع الهدف هو الإيفواري بكري كوني، هدف بصناعة أجنبية بماركة أجنبية، هدف لصفر. والسبع دقائق الأخيرة، السبع دقائق الأخيرة ستكون مثيرة ومثيرة جدا، لأن سورة الخضر يبحثون عن هدف التعادل. كرة مبعدة بالرأس والحكم الوحيد الأوحد، وهو هدف التعادل. هشام التيازي وضربة جزاء، ضربة جزاء للرجاء لنصور الخضر، لنصور الخضر. محسن متولي اختار الوقت المناسب، أود حمزة بورزوق مشبكورتو ويتحصل على ضربة جزاء، يعود من بعيد، نعم يعود من بعيد، وحمزة بورزوق فرحة لا توصف لمناصري الخضر. ويتحسر بادو زكي، يتحسر يقول انه ما كاينش ضربه جزاء، قال له حشوم عليك، قال له حشوم عليك، قال له ما كاينش ضربه جزاء. سنتابع الاعاده مره اخرى، ان الاعاده حمزه بورزوق فاد الكره على الخط، في اعاده اخرى قد تتضح كرات اخرى، لكن القرار الاول والاخير النهائي كان لحكم المواجهه، ان الاعاده مشى بالكره حمزه بورزوق. فيها حديث كثير ضربة جزاء رجاء، نبقاو مع من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في القرارات التحكيمية، وهشام التيازي وعلى فصل آخر. محسن متولي نادي المياغري، وجه لوجه، الكرة تسدد والهدف، جول، هدف التعادل، يلهب النيران، يلهب الأحاسيس، يشعل قلوب ظلت تائرة لدقائق لتحتفل بهدف التعادل. 1-1، 1-1 بين الوداد والرجاء، العريقان نعم يحتفلان بديربي خالد من خالدات ديربيات الوداد والرجاء. 1-1، تعود الامور لنصابة. دقيقة 89، دقيقة 89، حسن حظنا شفنا هدفين خلال الجولة الثانية، وذلك ما كنا نتمناه. لا يهمنا الطرف الذي سيفوز ويتأهل للمباراة النهائية، بل الأهم بالنسبة لأي منا هو الاحتفال بالأداء الجميل الذي لن يتأتى إلا عبر الأهداف. مشات كرة للوداد الذي سيبحث عن هدف آخر. كرة للوداد البيضاوي، كرة في منطقة الجزاء، كرة بالروس، كانت هذه واحدة من أصعب الفرص كما أتى الهدف الأول والثاني. كرة بالرأس، كرة بالرأس، لم يأتي الخلل. المباراة من مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس مع كثرة التغييرات. هذه كرة لرجاء، كرة تسدد في يد الحارس نادي المياه السلوي الذي يبقى من الدربية المحترمة. كرة مرفوعة، كانت كرة ممتازة جدا، نادي المياهري لعبها بشكل ممتاز جدا. تخوف سيزداد لأنه سيكون من الظلم ومن الافتراء على الفريقين معا. اللاعبين بشكل إيجابي، هذه كرة لرجاء، كرة ممتازة ياسين صالح، كرة صعبة، نادي المياغري، نادي المياغري بزوايا أخرى للهدف الضائع لرجاء عبد الله حافظي. كما قلت يدين كثيرا لبيني، يعني كل التكهنات والحسابات المسبقة. مشات كرة هنا تسدد بعيدا عن مرمى، كرة لرجاء، وحسن متولي، كرة ممتازة جدا، فرصة تضيع بغرابة بغرابة بغرابة. نعم، قم بالأصعب، كم غريب أمرك، وصلتوش الكرة، وصلتوش الكرة، ملوموش، ملوموش لأنه وصلتوش الكرة بالشكل اللي كان كيتمناها، وكان معاه مدافع ممتازة جدا، كانت ممتازة جدا التمريرة الأخيرة لمحسن متولي. كرة تنطلق من جديد من أقدام النسور أمام مرات بعيدة على مرمى الحارس خالد العسكري. سنة من سيصل
للدور النهائي لكاس العرش. محسن متولي يحاول المرور، كره مرفوعه في القائمه الثانيه، ياسين الصالحي لاعب كونغولي مجديد كوني، كره مرفوعه لخالد العسكري الذي يجتهد لابعاد الكره، نعم يعني رفيق الدرب الذي سيقوده لمرمى الحارس، كره بالراس من واعد وداد، مشات كره في منطقه الجزاء اتجاه حمزه مرسوخ، خروج نادر المياغري، خروج خاطئ، مشات كره في المرمى، جول ياسين الصالحي، جول يدور العرب، جول يدور العرب، يسجل هدفا في وقت عاصف وعاصفه، امواج بشريه تتفاعل مع هدف جاء في وقت صعب وصعب جدا، جاء في وقت صعب وصعب جدا، ياسين الصالحي انتظر الوقت المناسب ليضع نادي المياغري في موقف يحسد عليه، نعم في موقف لا يحسد عليه، محمد فاخر عاد من بعيد ليسجل هدف الانتصار على بعد خمس دقائق من موعد النهاية، خمس دقائق من موعد النهاية، هدفان مقابل هدف وحيد، نادي المياغري سيسأل كثيرا عن هذا الهدف، سيسأل ويسأل كثيرا عن هذا الهدف، وفرحة لا توصف، لا توصف في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، هنا نادي المياغري خروج خاطئ ويمنح الفرصة لحمزة بورسوق، كوتشنج محمد فاخر كان أكثر توفيقا هو من مهد الطريق، هنا الإعادة، هنا الإعادة، واش كان تسلل أو لا في الكرة الأخيرة، شخصيا ما شفتش إعادة، ياسين الصالحي يسجل هدفا من ذهب على بعد، ياسين الصالحي مع محسن في القائمة الثانية، كرة ممتازة جدا لدى حافظي، حافظي يسدد والهدف، الهدف أي أيوة هدف، أي أيوة هدف للرجاء، جول، تنقلب الأمور رأسا على عقب، رأسا على عقب، 3-1 في وقت صعب وصعب جدا، الرجاء يعود لتسجيل الهدف الثالث، 3-1 في وقت صعب وصعب جدا، ثلاثية لرجاء في مباراة الديربي، يتوصل من خلال للتأهل للمباراة النهائية، بندو زكي بعدما كان قريبا من البلوغ، من بلوغ المباراة النهائية، يجد هذا الواحد عبد الله حافظي الذي أنعش المدرجات وألهب الحناجر وأعلى على صوت جماهير الرجاء عاليا، 3-1 الشوط الإضافي الثاني كان حاسم، ياسين الصالحي وحمزة مرزوق معهم حافظي، قلب الموازين، كرة لعبها في أقصى نقطة من الجهة اليمنى المرمى الحارس، نادي المياغري، زكريا الهلالي يتحسر كما يتحسر لاعبو الوداد على ضياع فرصة بلوغ المباراة النهائية، كرة لعبت على المقاس بمقامات فنية رائعة ورائعة جدا، 3-1 3-1 حافظي من جديد، الإعادة من مختلف الزوايا لهذا الهدف الجميل، ثلاثية وألف تحية لرجاء، ألف مبروك لرجاء، وهارد لك للوداد البيضاوي